بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علينا لدينا شرح برنامج الترنت، هذا برنامج أكثر من رائع في تحميل الملفات الكبيرة والتي قد تصل سرعة التحميل إلى 3 جيجا حسب سرعة الإنترنت لدي. هذا برنامج يقوم بتحميل بالسرعة العالية، تحميل الملفات بسرعة عالية بواسطة أيضا برنامج تشيت إنجاين. أول حاجة نقوم بتحميل التورنت نسخة 3.1.2 التي أنا وضعها لكم في الديسكريبشن، زي ما أنتم شايفين هذه هي. نضغط كليك يسار، شوف هذه هي واجهة تحميل البرنامج. مثلا نضغط استعراض، نحطه بسطح المكتب يكون أفضل، ونسوي حفظ. فأنا ما يحتاج أن أسوي حفظ لأنها موجودة عندي. بعد ما أسوي حفظ راح تظهر لنا على هذا الشكل، راح يظهر لنا على هذا الشكل برنامج. نقوم بتثبيته بشكل عادي، أما كله ما يحتاج صعوبة، كله نيكست نيكست. بعد ذلك راح تظهر لنا هذه هي واجهة البرنامج. أنا قمت بتحميل ملف جي تي اي في، اللعبة نفسها التي حجمها 13 جيجا في 5 ساعات، وذلك تسريع الترنت الى اقصى سرعة. تخيلوا في 5 ساعات، لان البعض منكم يعني عندما حملها بالطريقة العادية تحتاج منه الى يوم، بعضهم يوم ونص. فخلونا قم باول خطوة بعد تنزيل برنامج هذا الترنت، روح الى الاعدادات، بعد ذلك روح عند رابع خيار، حط علامة صح عند ثاني خيار، ذلك تايب اتش تي تي بي. خلينا نشوف الارقام هنا، 4 5 6 8 2. ارجو من الجميع ان يخلوه بصيغة اتش دي هذا الفيديو عشان نشاهد الارقام بوضوح، 4 5 6 8 2. نحط صح عند ثاني خيار. هنا البروكسي الرقم 127 بوينت اللي هي نقطة 0.0.1، البورت 8080 زي ما انتم شايفين ما في ولا اي صح. هنا نروح عند الخيار الذي يليه باند، زي ما انتم شايفين اول شيء اول رقم 46، ثاني خيار 65، ثالث خيار 0. نحط علامة صح في الاول، بعد ذلك ننزل نحط صح على الاول وعلى الثاني، بعدين ننزل اول مربع 2 3 2 9 2 3 2 9، ثاني مربع 1 8 9 0، ثاني مربع 1 8 9 0، ثالث شيء النمبر اوف ابلود رقم 4، بعد ذلك نحط علامة صح في النهاية زي ما انتم شايفين. الحين نروح خيار اللي تحته بالترنت، نحط صح على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث، صح على الاول وعلى الثاني. الحين ابغاكم تركزوا لي بالله في هذا الرقم 192.168.254.3، بعدين نقطتين فوق بعض 4 5 6 8 2. عيدها بشكل سريع،
192.168.254.3 نقطتين فوق بعض 4 5 6 8 2. بعد ذلك نجينا عند خيارات نختار امبليد نحط علامة صح بجنبه. بعد ذلك نكون انتهينا من هذه الواجهة. ننزل الخيار اللي تحته ترانسفير كابس زي ما هي ما فيها يعني اختلاف، بس تأكدوا لاننا معدلها من زمان. بعد ذلك ننزل تحته اختار اول شيء نحط 3 رقم 3 زي ما شايفين رقم ايه 3. خيار اللي تحته رقم 1 نحط رقم 1، نمسح الموجود نحط رقم 1. اللي تحته رقم 100 رقم 100. اللي تحته رقم 0 تحت رقم 0 رقم 100. ننزل نشيل لو في علامة صح نشيلها هنا. آخر خيار نحط رقم 4، آخر خيار نحط رقم 4 ونحط علامة صح لو ما كانت موجودة. بعد ذلك ننزل الخيار اللي تحته زي ما هو، خيار اللي تحته زي ما هو زي ما هو زي ما هو. آخر خيار انتو عندك بيكون فولس. راح نضغط دبل كليك يسار صار ترو، نسوي اوكي. كذا يكون انتهينا من بنفس برنامج الانترنت، لكن يبقى لنا البرنامج الثاني هو اللي فيه الهاك يسرع لك الانترنت. هذه هي هذا هو شكل البرنامج بعد تنزيله. انا موضع لكم في الديسكريبشن تشيت جاي نسخه 6.1. بعد ما يعني تثبيته سهل كله نيكست 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 نيكست. بعد ذلك راح ياتينا على هذا الشكل، ندبل كليك يسار زي ما انتم شايفين. هل ترغب سماح البرنامج الثاني بإجراء تقريبا على هذا الكمبيوتر؟ انا مخليه على تشغيل كمسؤول، هو ما يحتاج ان تشغيل كمسؤول، تشغيل بطريقة العادية راح يشتغل معكم. بعد ذلك نروح الى هذه علامة الكمبيوتر اللي في الزاوية على اليسار، نضغط كليك يسار زي ما تشايفين. راح نروح الى قناة برنامج الانترنت، كليك يسار سوي اوبن. بعد ذلك شايفين هنا سبيد هاك، نحط عليه علامة صح كليك يسار. بعد ذلك نمسح الرقم 1 نحط نمسح الرقم كمان 0 نحط 0 0.2 0.2. نضغط على ابلي 3 مرات 1 2 3. بعد ذلك نفتح صفحة التورنت. كذا يكون انتهينا من البرنامج الثاني. بعد ذلك نفتح التورنت وهو يعني نشوف البرنامج وهو يتحمل، راح تلاحظوا الفرق. بس كل ما عليكم انكم تفتحوا الصفحة هذه راح تلاقوا انه الرقم اللي بيكون موجود هنا ولا هنا ما ادري والله فين مكانه بالتمام، راح تلاحظون انه يتزايد 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 الى ان يصل الى اقصى سرعة. انا عندي يصل الى 3.2 جيجا سرعة التحميل. وهكذا يكون انتهينا الشرح. كان معكم اخوكم خالد محمد المناري، اتمنى من كل عجبه الشرح نحط اللايك زائد سبسكرايب، وسامحوني يعني إذا طولت عليكم. كل من فاتوا الفيديوهات السابقة يخش على قناتي وراح يلاقي جميع الفيديوهات.